والقوة التي يملكها المنتخب الكوري. كرة خطيرة الآن، محاولة وسقوط، ولا وجود لضربة جزاء، هكذا يقول محمد الزرعوني في اللقطة الماضية. مرتدة عراقية، انطلاقة موجودة من همام طارق، يبحث عن الزميل، يأتي بالمساندة، تتبرر، خطيرة الآن، مهند نايم يأتي بأول أهداف العراق. مهند نايم يهز شباك الشمشون، يأتي بالفرح، يأتي بالفرح. شوفها 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 شوفها، عجيب، يا له من منتخب مثير، يا لهم من نجوم قادمة، يا لهم من نجوم يخطون خطواتهم، خطوات المجد لعراق، المجد وافراح في المدرجات، واحد العراق، لا شيء كوريا الجنوبية.